عمر صبحي مراسل ام بي سي مصر في الكاميرون. اهلا عمر، ازيك؟ اهلا استاذ عمرو، برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده مشاهدي ام بي سي مصر. قول لي ايه الاجواء عندك؟ والله الاجواء بالنسبه لي يا استاذ عمرو في البدايه انا تحديدا كانت صعبه جدا، لان قبل المباراه اصطدمت بوفاه يعني واحد من اعز الناس عليا في حياتي، خالي. الباقي في حياتك يا حبيبي، ربنا معاك. دوام لله يا استاذ عمرو، فكانت حاجه صعبه عليا انا بالنسبه لي تخطيط الماتش والشغل، يعني يا رب ما حد يجرب التجربه دي. يعني صعب جدا، يعني حاله يعني وفاه وماتش ولازم تغطي، ولكن في الاول وفي الاخر بالظبط، وفي الاول وفي الاخر ده شغلنا ودي المهنيه اللي احنا تعودنا عليها في البيت يا استاذ عمرو. كان لازم نكمل المباراه وكان لازم نشتغل، والحمد لله في لفات كتير هتشوفوها مع كابتن مهيب عبد الهادي بعد المباراه واحتفال لاعبتنا والكواليس بتاعه المنتخب كلها. لكن طب قول لي يا عمر، جالنا خبر انه حصل خناقه بين اللعيبه وهم رايحين اوضه اللبس بين اللعيبه المصريين ولاعيبه المغرب، ايه اللي حصل؟ ده حقيقه، اللعيبه المصريين داخله بعد المباراه بتحتفل بالفوز الكبير على منتخب المغرب، منتخب كبير. واللعيبه ما كانش يعني كانت الفرحه مش طبيعيه بعد الفوز على منتخب المغرب، ودخلوا في نفس الوقت كانت لعيبه المنتخب المغربي داخله الاوض اللبس، ففي هم بيتقابلوا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، فاللعيبه حصل اشتباك بالايدي بين معظم لعيبه المنتخب المغربي بكل نجومهم ولاعيبه اشتباك بالايدي بين لعيبه مصر وبين لعيبه المغرب. بالظبط، اشتراك بالايدي بين لعيبه المنتخب الوطني ولاعيبه المنتخب المغربي. حاول بعض مسؤول الكاف ان هو يفض الاشتباك، وحاول مسؤول رئيس الاتحاد المغربي ان هو يفض الاشتباك، ولكن تكاثر الاشتباك وتفاقم الموضوع الى ان تدخل بعض الاداريين في المنتخب المصري وبعض الجهاز الفني في المنتخب الوطني وفض الاشتباك، وروجر المدير الفني لمستر كروش المدير الفني المنتخب الوطني ذهب لغرفة خلع الملابس للاتحاد المغربي ورئيس اتحاد المغرب واعتذر له، واعتذر للمغرب عن الاشتباك اللي حصل ده. وفي الاول وفي الاخر يا استاذ عمرو احنا عارفين ان المغاربه يعني اشقاء، وشفنا اكثر من لعيب مغربي بيتصور. طب احنا شفنا الروح اللطيفه، ومحمد صلاح راح يعني طبطب على حكيمي، ويعني ما كانش في باين حاجه وهم في الملعب وهم خارجين. لا هو في الملعب كانت في شده ملعب كده اكتر من مره، والحكم كمان بسبب سوء ادارته للمباراه خلى اللعيبه تشد مع بعض اكتر من بره من مره، ولكن يعني شفنا بن شرقي كان واقف مع لعيبه الزمالك كلها، وشفنا بنون كان واقف مع لعيبه الاهلي، والموضوع في الاخر يعني الخوف هنا من حاجه ثانيه يا استاذ عمرو، الخوف مش المشكله اللي حصلت. يعني في الاول وفي الاخر مصر والمغرب هيفضلوا اشقاء، ومصر والمغرب اللعيبه حتى بيحبوا بعض جدا، وشفنا اتفاقهم مع بعض فيه لما كانوا مجتمعين في اوتيل مومبي بي اللي هو في ياوند. المشكله في حاجه ثانيه، وهي تدخل الاتحاد الافريقي. حضرتك في الكاميرون هنا كل الامور ميسره للكاميرون بالبطوله او لتاهل الكاميرون للنهائي، فالخوف هنا يكون ان بعض العقوبات يتم تطبيقها على لعيبه المنتخب الوطني بعدم المشاركه في المباراه المقبله. يا نهار اسود، هو احنا ناقصين؟ ده نص الفريق متعور. بالظبط كده، هي دي المشكله. احنا كنا جعان يا حديث احد ممثلي الاتحاد الافريقي، وان كان ان الشد بدا من لعيبه المغرب، ولكن الخوف هنا من مراوغه يعني من الاتحاد الافريقي باستبعاد عدد من اللاعبين المصريين. لكن اعتقد المكر التنفيذي المصري قوي جدا في الاتحاد الافريقي، واعتقد ان هو ممكن يكون له دور في انهاء اللي حصل ده وابقائه في غرف خلع الملابس. طيب بالنسبه للمصابين، بنتكلم على حجازي، بنتكلم على ابو جبل، كل المصابين دول وضعهم ايه؟ حجازي وجبل، في ايمن اشرف كمان خرج بس الحمد لله مش مصاب. حجازي وجبل هيخضعوا حالا في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ده للاشاعه، هم عندهم اصابه في العضله الضمه، الاشاعه هتحدد مده غيابهم. لكن انا اعتقد في تقديري الشخصي يعني ان هم صعب يلحقوا بالماتش اللي جاي. طب والشناوي؟ محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش هيكون جاهز للماتش اللي جاي، وعندنا حمدي فتحي ان شاء الله هيكون جاهز للماتش اللي جاي. طب والشناوي؟ الشناوي هيجري اشاعه كمان معاهم مع ابو جبل لتحديد امكانيه عودته وحجم الاصابه، وفي يعني عندنا امل ان هو يرجع وان كان صعب شويه، لان الشناوي لو لحق يلحق مباراه النهائي. يعني احنا في الغالب هنلعب الماتش الجاي بمحمد صبحي. يعني بنسبه 90% محمد صبحي هو حارس المنتخب، وصبحي بالامانه يعني هو حارس كويس جدا جدا جدا، الراجل نزل في وقت صعب جدا وكان قد المسؤوليه، وصبحي يعني حارس بيتمتع بصفات، هو صغير في السن ولكن بيتمتع بصفات القائد، بيقدر يصح لعيبته بشكل كويس جدا. انا اكتر حاجه عجبتني قدرته على توصيل الكره على طول لصلاح، يعني كان بيلعب كور طويله على طول فبيبتدي هجمه من الكره اللي هو بيشوطها. بالظبط هو يعني حارس عنده فكر وعنده الاسلوب الجديد بتاعت الحراسه في حراسه المرمى اللي هو الحراسه الالمانيه، وبيقدر بشكل مباشر يوصل كورته، وعنده اتقان في اللعب بالرجل، ودي منتخب مصر بيحتاجها زي ما شفنا في الشناوي تحديدا بيلعب برجله كويس جدا، وابو جبل طبعا بعد الشناوي، ومحمد صبحي نفس الموضوع بيقدر يلعب برجله كويس جدا، وعندنا برضو الحارس الرابع محمود جاد حارس كويس جدا. ف خط يعني منتخب مصر الحمد لله يا استاذ عمرو مفيش قلق عليه من ناحيه اللاعبين او من ناحيه مين اللي موجود هنا. الناس ما بتفكرش كده في المنتخب، هنا اي واحد لابس تيشيرت منتخب مصر هو هينزل يسد ايا كان دي مركزه طبعا. أي كان هو بيلعب طيب فين دلوقتي هينزل عشان شايل تيشيرت. جمهور الكاميرون بعد ما فزنا النهارده بيتعامل معاكوا ازاي؟ تحديدا دي الحاجه اللي عايز اقول لحضرتك عليها. حضرتك زي كلامك كنت بتتكلم عن فكرة ان انت قاعد بتدعي وقاعد يعني ألم من الماتش وألم من نتيجة الماتش. هنا في الكاميرون مصر بابا افريقيا، هنا في الكاميرون مصر كل الناس ماشية عرب مش عرب، افارقة سنغاليين كتبواريين، كل الناس بتتكلم ان مصر هي المرشح الافضل دايما للفوز بأي مباراة. يعني وانا رايح ماتش المغرب النهاردة لقيت واحد سنغالي بيقول لي انت واحد كاميروني بيقول لي انت قلقان ليه؟ قلت له كده كده كسبانين، انا عمري كنت مصري قلقان ان هو يخسر ماتش. ففي الكاميرون وفي الافارقه بيشوفونا بشكل مختلف تماما عن ان احنا بنشوفنا بيه في مصر. في الكاميرون بيشوفونا بوضع ان انت المرشح الافضل. الكاميرون ما كانتش عايزه تلعب مصر، الكاميرون كانت عندها تلعب اي فريق تاني غير ان هي تلعب مصر. علشان كده جمهورهم النهارده كان بيتمنى فوز المغرب، ليه؟ لانه عارف ان مصر هو المرشح الافضل للفوز بالمباراه وان كان ضد الكاميرون في الكاميرون. فبالنسبه لهم يعني الجمهور المصري هو بصراحه الكاميرونيين طيبين جدا على المستوى الشخصي، يعني الشعب الكاميروني شعب طيب وشعب هادي نوعا ما، ولكن بالنسبه لهم هم يعني كان اقصى طموحهم ان هم ما يقابلوش منتخب مصر، ودي ابعد حاجه كانوا يتمنوها ان هم يعني حتى لو يقابلوا منتخب مصر يقابلوه في النهائي. عمر صبحي بشكرك شكرا جزيلا على التغطيه المتميزه.